أنا بقول للسادة الجمهور والسادة النقاد أني سعيد جدا 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 باختياركم ليا وتكريمي، وأتمنى باستمرار أن يكون عند حسن ظنكم، ودي مسؤولية كبيرة جدا بيحملها لي، بحيث أن أنا العمل الجاي إن شاء الله أن نختار حاجة على نفس المستوى أو أعلى. يعني أتمنى إن شاء الله نقدم كل ما هو جديد بإذن الله. كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا بخير وسعادة ونجاح، كل سنة ومصر بخير والبلاد العربية بخير والعالم كله بخير وحب وسلام، كل سنة طيبين.